هذه المنطقة هي الموقع الأخير الشاهد على اعتقال الأسير إبراهيم سمحان وحكمه 14 عاما بعد نصب كمين مفاجئ له هنا على مدخل قرية رأس كركر. فمن هنا انطلق معتقلا وعاد حرا. خرج حرا ومن خلفه غاصب يتقزم وتضيق به الأنفاس. أغلق جحيم زنزانته وصدأت قضبانه أخيرا بصلابته بعد أن استدان من عمره سنوات ليدفع بها اليوم ثمن فجر حلم ولحظة موعد. معاناتنا كأسرى تتقزم أمام معاناة الشعب، معاناة قدسنا التي تتهود، معاناة الضفة التي تتعرض للاستيطان، معاناة غزة التي تتعرض للحصار. أقول كيف استنيتي هالقد كم من يوم قبل ما قبل اليوم الساعة كيف استن أعصابي قاعد أعصابي قاعد، يعني شعور الأم غير عن كل الناس. ومن أسير إلى شهيد، ومن جندي إلى قائد، ومن ابن إلى معلم، كان اللقاء بين من ضحوا بأعمارهم ومن قدموا دمهم لتبقى فلسطين العنوان والتفاصيل. وتزيني يا دارينا بالثوب الغالي، أحكيها لبحر وفي موكب حاشد ضم أهالي قريتي الجانية ورأس كركر غرب رام الله وغيرها من القرى، توجه الأسير المحرر إبراهيم سمحان إلى مسقط رأسه الذي استوقفه موقع الاعتقال قبل نحو 14 عاما. هنا في هذه النقطة تحديدا فاجأتني سيارات الجيش، أغلقت الطريق على سيارة الفورد التي كنت بها، وقاموا بأخذ هاتف النقال أولاً ومن ثم هويتي ومن ثم اعتقلوني بالفعل. وفي موكب الاستقبال الذي ضم مئات المواطنين وقبيل الوصول إلى المنزل، استوقفت هذه المرأة الأسير لترحب به على طريقتها الخاصة. منزله وعائلته آخر محطاته، رفع على الأكتاف وسط حناجر صدحت لنهج الأسرى ومهنئة بالخروج من الأسر. أنا يوم ولدت إبراهيم سمحان انسجن، أبوي سماني على اسمه، وأنا عمري 13 سنة ونص. أنا بفتخر إن أبوي سماني إبراهيم على اسم هذا الأسير. عوفر بلياليه السوداء مرورا بالنقب وريمون وعسقلان وغيرها، أسماء نكرة خرج منها الأسير إبراهيم سمحان معرفا بانتصار الفلسطيني، وإن كانت تحمل في طياتها صورا من ذكريات بلا عنوان. من قرية الجانية غرب مدينة رام الله، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.